حرقان عليك يا كبد امك، رحت في شربت ميه. منك لله يا تحسين ضيعت الواد اللي حيلتنا. قلت لك لا ما سمعتش كلامي. الواد راح يا تحسين، هنجيبه ازاي تاني يا تحسين؟ ما اكيد عملوا اللي عملوه ده عشان يبتزونا. يعني ايه استبزونا دي يا كابتن مجدي؟ مش فاهم. الواد ده عبيط، اكيد عبيط. اما هو ناوي يمشي في السكه دي كان يقول لي، كنت علمه اصولها من اصحاب اللي بيتاجروا. اصول ايه يا متخلف انت؟ انت مصدق الكلام ده على ابن اختك؟ اشرف الولد الغلبان الطيب يتاجر في المخدرات؟ الانسان ضعيف يا باشا، والواد تلاقيه انا في زنقه، قال يفكنا بقرشين كده ولا حاجه. وبعدين اشروف يعني مش تفتكر خالك بحته كده ولا كده؟ هديك اتمسكت يا بقف. ايه العيله اللي تشبه دي؟ الله يسامحك يا تحسين. منك لله يا واطي، بتشك في ابن اختك اللي بات حالك بيتها؟ اخرتها امك قالت لي عليك انك واطي، ما صدقتهاش، بس انت واطي. الحكومه حبايبك هم لفقوا لابنك تهمه، وانا كلمتي قال وقفت في الزور جت عيالي خلاص. يا جماعه الحكومه اصلا تخصص تلفيق قواضي، واحمدوا ربنا بقى ان هي جت على قد اشرف، راح ولا جه عيل، انما انا وقت. هنسيب الواد كده؟ مفيش اي تصرف؟ هنعمل ايه دلوقتي عشان نطلع الواد من بين ايديهم؟ انا كلمت له واحد محامي عقر كده وقال لي ان هو هيروح يشوف ايه في الاسم ويطمننا ان شاء الله. وبعدين ده اشرف ده حبيب خاله، ما كنتش انا اوكله محامي، مين هيوكله؟ مدام سعاد عشان نفسها حلو قوي في الاكل هي اللي توكله بايدي. ولا كانك سمعت حاجه، ارجوك. مشكله انهم عملوا الحركه الدنيئه دي وقت ظهور النبوءه. ده لقيوها خلاص وتم الاعلان عنها. الولد تحسين عفار معي كاتب كلام مذهل. اكيد تحسين مظبط تحسين على الاخر. تحسين مظبط تحسين؟ يا رب العيلة المناخ واليا دي. يا بختك الاسود يا سهام، ابنك الواحد يضيع منك وقاعده في عيله ملاخ واليا. الطف بيا يا رب وارحمني بقى. مجدي خش الواصل وتابعوا موضوع اشرف ودوني خبر اول باول. تمام. وانا هاخد مروان ونفكر سوا ازاي نستثمر النبوءه. وانت طمني ابنك اشرف هيرجع وهيعيش لحد ما يدفنك ان شاء الله يا رب.